رمضان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان هاد اليومين كنت كنشرح بالنسبه للدراري اللي عندهم كارطونه بيضاء كيفاش يخدموا، شكون هما الناس اللي كيخدموا. نطق واحد فهمتيني، ما عجبوش المنظر، ما عجبوش الحال، علاش نقول له انا خصك تكون اختك مصاحبه معها ولا نقص مناسب فهمتيني، وانما هذا اللي نطق خصو مصاحبه فهمتي، خصو مصاحبه مع باترون واحد الشركه بالضف. ها نزلت انا كوم، انا بنات خايله صاحبي، الحسد كيوصل واحد الدرجه في بنادم صاحبي، واحد الحقد ما كيتصوراش بنادم. يا انا فابورن الدرويش، هذه اولا، اول علاش فابورن الدرويش؟ لان بالنسبه للدراري اللي عندهم بيرمي ابيض وكيفكر كيفكر كيفاش يخدم، يعني الهم ديال الانسان حنايا كيفكر كيفاش يخدم، تخايل يعني الانسان عنده واحد الفكره في عقله خصو كيفاش يخدم، عنده بيرمي دي، عنده بيرمي سواء يكون جديد سواء براني، المدينه ديالو ما فيهاش ترونسبورت بزاف، ما فيهاش معامل، ما فيهاش الشركات، ما فيهاش بزاف، كيفكر خصو يخدم، كيشوف ان المصدر الواحد اللي فيها الشركات بزاف عندك طنجه وكازا وقنيطره والرباط ربما، يعني مهم هادو الشركات اللي فيهم، هادو المدن اللي فيهم شركات بزاف فهمتي المنظر. انا قلت للدراري اللي عندهم بيرمي بكارطونه، اولا اذا كان عنده بيرمي باقي كارطونه بيضاء او بيرمي جديد بصفه عامه هيصبر واحد شويه. علاش هيصبر واحد شويه؟ حيت حتى شي واحد ما يعطيك الطوموبيل ساويه 60 ولا 50 مليون وانت بكارطونه بيضاء، هيخاف على رزقه انك تمشي رافينه وتجيبها مردوخه مقلوبه ياك. يعني نصحت الدراري انهم يمشيو يجربوا مدرسه. بالنسبه للدراري اللي براني ينعاوت على طنجه وباغيين يجيو طنجه يخدموا، يجربوا مدرسه اسهل حاجه. علاش مدرسه؟ معاك مؤطره قدامك كتبقى عليك، تدخل من هنا خرج من هنا، تدخل من هنا خرج من هنا، تخدم غير شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور في النقل المدرسي، غتحفظ المدينه شويه، ديك الساعه بغيتي تباوطر الترونسبور غادي تخدم بوجهك حمار وتكون عارف وحافظ وكذا. وباش حنا ولاد البلاد وما عارفينش كل شيء، يكذب عليك كذاب، الا نادرا الناس اللي حافظين مدينه كامله فهمتيني. انا دابا كتجيبها كنفتش على واحد، قال لي واحد قال لي الجي بي اس طلع هكذا، انا طلعتها هي، انت طلع ضرب لي على هاد المخبزه، ها هي فين هي؟ مخبزه الصمادي، ها هي فين هي؟ ضرب لي على مخبزه الصمادي، شيا ضرب لي انت عليها تماك واجي، ولا طلعت لك مخبزه الصمادي في طنجه وجبت فيها، جي نزل انا الترونسبور من يدي ما بقيتش نسوق. هذا اولا بنادم باش تعرف ما عنده لا شغل لا مشغل، عمر 30 درهم نجمه السا، دخل على جروبات السياقه، هز جوج فوتوز ديال الراس ضد الداف ولا الراس ضد المرسيدس ولا الرونو، عملوا في بروفيل وكتب فيه شيفور او ترانس او، وقل انا شيفور وانا كذا، ودخل تنقر على سيادك في الكومونتيرات باللي كل واحد شنو كيقول. المهم دابا هما حاليا انا باج الله فاتحها، هما ثلاثه دخلوا قالوا، واحد قال لي عدل سنان، انا نعدلوش يا انتردي نعدل سنان، هاي نزولو مره مقابله سنان معك فهمتي المنظر. هذه الاولانيه، واحد شافني كنخسر ترونسبور في الحومه قال لي باترون كيعطيك 100 درهم باش ديها لافاج، وانت ضربتي 100 درهم في الجيم ومشيتي تخسر الطوموبيل في الحومه، هذاك الشغل ديالي عشيري، باترون طاني 100 درهم ديال لافاج نضربها في الجيم عشيري، ما عندك حتى شي دخل اخر. انا هاد الباج فاتحها وهاد الفيديوز اللي باقي غادي نزيد نعمل باقي كنعملو من بنادم اللي باغي يخدم وعنده بيرمي كيفاش باغي يخدم وكيفاش يجي طنجة يخدم، وهذه هي الطريقة اللي غادي يمشي بها مع بنادم، كتفهمني؟ هذه الأولانية. واحد نزل قال لي 99% الترونسبوريس ما عندهمش قانون، هي الحسادة والحقادة وكذا وما نعرفش شنو. اش دخل موضوع أنك خصك تكون مناسب مع الباترون باش تخدم بكارتونة بيضاء، بالبيرمي بكارتونة بيضاء، فرق بين الحساده والحقاده. على ما نحسدك وانا عندي اكثر من 1000 شركه كاينه في طنجه الخاوه، كنزل من هذه كنصبح في هذه، كنزل من هذه كنصبح في هذه، وانا خدام والتليفونات كيجيو كيصونيو عليا باش نخدم، واش كتفهمني؟ لكن انا كنخدم مع من؟ مع اللي كنرتاح معاه، ما كنخدمش مع كلشي وما غنخدمش مع كلشي، وكاينين شركات بلا ما نسميهم ما عمري نخدم معاهم ابدا، واش كتفهمني عشيري؟ هذا ماشي كيقول لي الحسد والحقد والكومونتيرات. صاحبي نجمه السا ومعامل البروفيل ديالك الضف وعامل فيه اللعبه، او كتهز فيديوز من جروبات وتصيفطهم لي انا في الكومونتير، واحد كيقول لي الطاغو، انا الطاغو شرح لك الطاغو، انا من بعد غادي نشرح، ما عنديش الوقت عشيري اللي غنبقى نكتب لك، ها هو الطاغو ديالي انا، ها هو عشيري، ها زيدو نصفيو لك هاد اللعيبه هادي، ها ما علينا، إلا ما بانت شي واضحة عندك شي عندي من التليفون ما مريقلش يا عشيري.
مالي مون لا دابا تيناك الخاوه ديالي واحد قال لي فوق عدلت في بيرمي وانا عدلت بيرمي ماشي بزاف البارح عاد عدلته في 2012 بيرمي الاولاني 2015 عدلت بيرمي دي هادشي هذا عيب انا يا اخ واحد علاش كتحتقروا بنادم صاحبي فوقاش عدلتي بيرمي والله جعل هاد بيرمي هذا نكون عدلته غير البارح وانا خدام شابر طوموبيل ب 60 مليون ها انت مخبع في الدار نجم الساعه تدخل على جروبات هز تصاور الضف نزلهم في بروفيل وتدخل تبان لك في بلاننا فيا انا صافي هذا هو الطوبي د عقلك كتبان لك في بلاننا غلطتي مع بنادم صاحبي خليه ونحن عدلنا واحد الباج باش غنوصلوا للدراري اللي باغا تخدم باغي هاود كان تجاوب مع الدراري في ميساجات في كومونتيرات والله يرحم والديه اي واحد الله يرحم والديه على اي هضره قالها مزيانه بغى معلومه وبغى يناقض اما باش تقول واحد كيقول عدل السنه 91% ديال ما نعرف داش الحساد او الحقاد اش قرب الترونسبور الحساد او الحقاد ها لو كنت حساد صاحبي كنت حقاد اللي سقسيني شي واحد على شي خدمه او على شي حاجه نضرب على راسي فهمتيني واحد قال لي 1800 درهم كتخلصوا طيحتي السوق فهمتيني صاحبي وكنتخلص غير 1300 500 درهم انا تفاوضت عليها على الباترون قلت له 500 درهم ديها اعطيني 1300 درهم في الشهر باش تشي يافار اللي كيخدموا ب 1800 درهم هذه اللي كتقول انت حتى هما يديو 1300 درهم فهمتيني واش كتفهمني انا كنخدم ب 1300 درهم شهريا والدقاقه وما كنوقفش ليل ونهار شنو اللي كيضرك انت ها شنو اللي كيضرك ها حنا كمغاربه ولا كمسلمين كنقولوا الحمد لله اللي خلقنا مسلمين تخليني نخدم معك العنصريه نقول لك الحمد لله اللي خلق طنجاوي انا سمعت يا الاخوان بالنسبه للدراري عندك كانت تخدم باغا استبصارات باغا شي حاجه باغا كذا قسما بربي العلي العظيم اخوتي حتى نوصلكم في كتبغيو باسهل طريقه انا ما عندي شي محتوى انا ما عندي شي حاجه غادي نقدمها لك ولا تنزل لي النمره ديالك التليفون غنوض انا في ديك الساعه هذيك غادي نشبر النمره نعيط لك نقول لك اجي تخدم واش كتفهمني يعني انا نقدر نوريك الشركات في طنجه نقدر نقرب لك اي حاجه هنايا في طنجه جاتك صعيبه بارادات حرفت لك فيهم نوريهم لك الدراري اللي كيفاش يخدموا كيفاش كذا هنايا في طنجه كنعطيهم الدراري اللي برانيين كاملين كنعطيهم التفسير الدراري الحومه ديالي اقرب الناس اللي كيجلسوا معايا انا كنصحهم يعدلوا بيرميات عدلوا بيرميات خدموا في الترونسبور وهذه الخدمه ديال الترونسبور حاجه وحيده اللي فيها مزيانه واحده حاجه بشني فيها مزيانه هاد خدمه الترونسبور اخوتي كتعتق بنادم اللي ما عندوش الصنعه انسان اللي ما عندوش الصنعه وضيع الصغر ديالو غير في الحمق والهبال شني غادي نعمل شني غادي نعمل انا ما نعمل لا ولاد لا وتساد لا عالم لا حتى حاجه ما نعمل صافي نوض عدلت بيرمي شري طوموبيل طلقت يدي عيط لي العشيور قال لي نخدمك بكارطونه بيضاء نفس الهضره قال لي هادشي اللي كيدار عليه بنادم قال لي نخدمك بكارطونه بيضاء غير عدلو كيف عدلت بيرمي ما خدمتش بكارطونه بيضاء لان حتى واحد ما بغيتك الطوموبيل بقيت جالس 6 شهور ولا 7 شهور وانا اصلا بيطالي شنو شغل عندي 6 شهور ولا 7 شهور وانا غير مريح مور ديك اللي عدلت بيرمي من حكم كانت عندي رونو اكسبريس ديالي كان اللبن والجبن والزبده والعالم فهمتي ايوا تضرب تقدم بيرمي واحد شويه كذبنا خانا اللي خدمني قلت انا خدمت واحد انا بيرمي من اللي قدام اللي عمل لي 6 شهور قلت انا 3 شهور ضربتها مع فلان و 3 شهور ضربتها مع فلان و تيناك عارف ما عجبتنيش الخدمه جا جربني في الترونسبور جبرني شويه كنسوق معوط يعني ما عنديش الخبره ديال الترونسبور عندي الخبره ديال حليت صغير شافني السياني قال لي صافي سير الله يعاون وخدمت معاه وزدحني في الاخر ودوز بيا الدقاقه ودالي رزقي خدمت مع الثاني الله يعمر راسي على 4 سنين تقريبا وانا معاه خدمت مع واحد شهر واحد جاب لي ستافيك هبطوني الكوميساريا راه كاينين حوايج اللي كيدوز منهم بنادم يعني باش تشوف تيناك شي فور ديال الترونسبور معصب او شي حاجه راه كاين مواقف كيدوز منهم عاد باش كيوصل عندك الترونسبور وفي نفس الوقت ساهله شنو اللي ساهله دابا تجيبها هما معنا الدراري خدامين هنايا كل واحد ماين ها اللي من جديده ها اللي من مراكش ها اللي كل واحد ها اللي مكادر كل واحد ماين هادو جاو طاحوا من جاو طنجة شبروا الترونسبور خدموا بدون اي شي حاجه قبل جازت لهم مستحيل المهم بلا ما نطول عليكم الدراري انا كنت شويه مستريسي لان بنادم نزل لي كومونتيرات وانا قلت لك اللي بغى يسمع انا ما كنبغيش نسب في بنادم في اللايف انا ما نسبكمش هيدا في اللايف وانما اللي
كنزل لي كومونتيرات هذيك الحقد على الترونسبور غادي نسبك غادي نسبك تكون ما تكون ما بغيتي تكون غادي نسبك ان ما تدخلش تينك تستهزئ بواحد اخر او تنمر على خلق الله ها واحد يقول لي السنين واحد يقول لك ديوك 1800 درهم واحد ملي ملي تدخل نباجاز ديالهم جبرتهم اخوتي والله ما عمرهم صبروا شي طوموبيلات اخوتي قسما بالله ولا عمري شفتهم شبروا في الطوموبيلات باجات ديالهم شني فيها الراس الضاف كوبي كولي هز التصويره هذا عامله عند هذا واحد دخل نهز فيديوهات كيسردهم لي باللي وانا انا ما واش انا قربت شي فورت شي واحد واش انا علاش هذا الحقد هذا كامل كنت تلاقاو الدراري هنايا درمايك في لازون الله يعمر سلع وانت انت اللي كتسبني تلاقاني في وجهك هيدا تضحك لي الضحكه الصفراء انت اللي دخلتي الكومونتير ونزلتي اين فوا تجيبها ولا ما كانش ديك الكومونتير او ما كنت رديتك على ديك الكومونتير وسبيتك وتلقينا غير هيدا كنت تهضر معايا عادي فهمتي اخ لاباس نقدر نعطيك الدوز عادي الله يرحم والديك شكرا ها لكن لا في الكومونتير غادي تنزل كانك مخفي الا عندك الوالدين ديالك عزازين وكتبغي عند الوالدين ديالك ما بغيتها واحد يسبهم لك او كذا كيف ما كنبغي انا حتى واحد يسب لي والديا ما ندخلش كومونتير او فيديو شي واحد ونسب فيه او نقول له تناقض قول انا قاتل اما باش تبر نسيناك وتحسد واحد اخر باغي يخدم على راسو واحد كيبغي يستفسر انه عنده بيرمي بيات كارطونه بيضاء كيفاش يخدم يا اخر ساكن في منطقه نائيه صاحبي هذا اللي باغي نوصل لك انا كنتفكر في الناس اللي ساكنين في مناطق نائيه من المستحيل عنده الترونسبور في الباديه اولا في البلاصه اللي فيها هو وباغي يخدم ما عندوش صنعه انسان ما عندوش صنعه وباغي يخدم صافي نض نسى حقدوا ولا حسدوا علاش هو وانا فابر هادوك اللي معدلين بيرميات جدادين وهادوك اللي برانيين على بلاد وباغيين يخدموا مرحبا بكم وانا معكم فابر لكم شي واحد شي حاجه بغى شي استفسار او شي حاجه انا معكم يا سواء في الكومونتيرات هضرتي مزيان غنجاوبك بالطوبه ديال مزيان طب درجات ونمشي معك نضيع من وقتي ما كيهمش انا معاك تما في الكومونتير حتى تفهم كيفاش الطريقه غادي تخدم بها في طنجه فهمتيني ومنو انا وعدتهم ومنهم قسموا بالله ودخل طنجه ومشى عيط لي قال لي اخي انا جيت من بلاصه فلانيه وبغيت نخدم ونعت لي على الشركات في كاين ونعت له الشركات لربما نعطيه الارقام ديالو كيفاش يعيط لهم يخدم معاهم لكن خصو يعمل في بالو باش هو ما يتحشمش يعرف انه شيفور حافظ مدينه يعني انا صار ديك الشركه ما يمكنش تمشي تطلع الطوموبيل غير فوا غتركب غادي يعرفك انت باش شيفور نزل لكن كاين اللي شيفور حريفي ولكن هو ما حافظش مدينه شنو غادي يعمل يعني فوا تجيها انت شيفور واعر عطاك الساروت وعطاك الطوموبيل وعطاك الورقه بحال هادي هي الورقه فيها بلاني فيها بلايص فين نهزو الناس فين تعملت هنا في 5:30 الصباح ولا في 5 الصباح اضرب على الجي بي اس انا اقسم بالله الا دابا عاد الورقه ضربت على الجي بي اس ديالها والله ما طلعت لي مخبزات الصمادي وعييت ما نضرب عليها ولا طلعت لي عييت ها هو ما خدمليش الجي بي اس نسمح في الناس كتفهمني لكن دورت التليفون عيط السلام عليكم مخبزة الصمادي فين جات انا واخا ولد البلاد غنسقسي انا ميمكنش نعرف كلشي انا هذا كنجاوب هذا اللي قال لوكاسيون زعما يخدم بالجي بي اس ايوا تينا يا خرجة من كازا سكن في حومة الشوك كيخرج من الدار اللي ساكن فيها كيجبر حداه محلابة قال له انا محلابة فلانية ديك مول المحلابة ما خرجاتوش ديك الشهر كراها واحد عنده بلاي ستيشن بلاي ستيشن كيلعبوا بلاي ستيشن دراري مع بعضهم يا خو كيجي يفتش على المحلابه ما كايناش شنو تكتب له بلاي ستيشن اذا هنا يزول الفكره ديال الجي بي اس الا جينا نعتمدوا على الجي بي اس السي محمد راه ما ندخلوا حتى تراجي هذا النهار هذا غنقيلوا النهار كندوروا على الزنايه دخل ما تحاول ما خرج ما الزنقه طلع في الزنقه عاود ما الزنقه طلع ما الزنقه فهمتي اما باش تخدمتي هذا الديكور ديال الجي بي اس خصك تكون خدام في المطار ولا خدام في حاجه لان كيكون بنادم عنده واقف لك في السونتر في بلاصه معروفه فاين فهمتيني واحد جوج وترجع بحال فهمتي اما بالنسبه بنادم اللي ما عارفش راه ضروري خصو يحفظ واحد شويه مدينه وحتى الشركات راه كيساعدوا الدراري هاد النوع اللي كيكون ما عارفش انا نعطيها لكم من هنايا اقسم بالله الا الشركات كيساعدوا هاد الدراري هاد يكفي انك تعرف له غير واحده اربعه ولا خمسه ولا سته النقاط هو يعطيك ديك السته النقاط اللي عارف ويخدمك في البلاصه اللي عارف
تينا اليوم غدا اليوم غدا كيتزاد لك هذا هنايا هذا هنايا بعدو ديلو طن كتقدم مع الشركه واحد 6 شهور 7 شهور كتجبر راسك مطاحن. انا خدموا معنا الدراري هما دابا رجعوا بالحديد ديالهم من كازا اقسم بالله. الا واحد الدري صاحبي البارح ادري خدم معنا شي فور في 2018 2019 قبل كورونا كورونا كاع ايام كورونا خدم معنا ومشى بحالو كازا وتزوج بوبري على راسو وكذا. هاد يومين دخل واحد جاب طوموبيل من كازا خدمه هنايا في طنجه. علاش ما حققتش هذيك خانه علينا حنايا؟ علاش ما عرفناش احنا حساده وحنا حق هذا؟ اللي كتقول احنا حساده. لا جبرتي بحال رجلات الشمال السي محمد او لا جبرتي شي شمالي حاقد هيدا على شي واحد. ديك الساعه سقسي 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 بنادم يعاود لك. المهم السلام عليكم ايرمانوس طولت عليكم بزاف. المهم كعاوني واحد ثلاثه واحد قال لي 1800 درهم كتخدم السي محمد كنخدم ب 3500 درهم وعندي الضمان الاجتماعي ديالي الشركه كتعطينا بريماس ديالنا والسلام عليكم. الشركه كتسامح 4500 4600 فما لا داعي 1800 درهم واخا تكون الخاوه عرفتي فين خدام واخا تكون في وسط شي منطقة نائية عندهم ترونسبور كيهز غير ديك خمسة الفلاحة وما يعطيكش 1800 درهم السي محمد واش كتفهمني؟ ترونسبور دمد راسك يخدم هنايا في طنجة ب 3000 ب 2800 درهم 2500 درهم تخدم في طنجة في ترونسبور دمد راسها تدخل الناس ومشي بحالك مشي بحالك دخل لهم ديك الأطفال مشي تنعس مشي قايل شوف ما بغيت تقرب الساعة لا تجي تخرجهم اجي خرجهم ومشي. عندك 2500 درهم وكتخدم 5 ايام في السيمانه وعندك الضمان الاجتماعي ديالك. هذه في المدرسه سي محمد هنا 1800 درهم صاحبي والتمريض ولا شكون اللي كيخدم دابا ب 1800 درهم؟ تقول شي واحد صاحبي تقول له انت كتخدم 1800 درهم يضحك عليك اصاحبي. 1800 درهم يقدر يديها واحد خدام في مناطق نائيه اما في فلاحه واما في يقدر كاميريرو كيتخلص مثلا ب 1800 درهم ورغم ذلك يدي بروبينا اكثر من ديك الشهريه هذيك واش كتفهمني؟ السلام عليكم. بعد بنادم كيعصب الصراحه هي هادي وكيطلع لي الدم. المهم حتى انا اللي غلطت في حقه هو هذاك. السلام عليكم. بالنسبه للدراري اللي باغين شي حاجه كذا كومونتيرات وانا معاكم هادشي اللي كاين. السلام عليكم بيبا الدراري. انا ما عمري حكرت شي واحد وقلت شي واحد انا باقي جديد بوجادي فوقاش عدلتي بيرمي الخاوه ما عمرك عدلتي بيرمي. عدل بيرمي واش نشرح لك الدومين في الترونسبور وشحال من واحد غادي يشوف الفيديوهات ديالي. انا الباج باقا ما طلعاش. انا عاد بادي الباج هذه واحد 15 يوم الحمد لله بقى بنادم كيدخل عندي بقى بنادم كيتعامل معايا وكذا وبنادم حلو في الهضره ميساجات خاي كيجوني ميساجات ما طالبين لي لا صدقه لا والو غير كندخل ديك الاخرين وكان ديك اللعيبه انا ما كنفهمش في الماسنجر بزاف وكنجبد الناس اللي مسردين لي ما كيطلعوا ليش في الواجهه اختي كندخل نبحث عليهم ورغم ذلك كندخل وكنبحث وبشي اصدقاء وبيبه الدراري والعز وتحيه من الشامل كامل حتى المغرب كامل. هذيك فئه قليله اللي كتبغي تعمل احباط لواحد اخر ما تعمليش الاحباط ايرمانو لان انا لو كنت باغي شي حاجه من هاد السوشيال ميديا ولا من هاد اليوتيوب كعملته في 2006 ملي كنت كنعمل موسيقى دراب اوكي ملي كنت كنعمل موسيقى دراب باقي صغير والسنان باقي مبويط هيدا وشعرت انا هنايا وفورما وكذا وبياس والعيلات والحماق والهبال فهمتيني هادشي كاز السي محمد. عندي 37 عام في العمر ديالي عاد نزيد نحمق راسي معاك انا وانا هي كنشري كندخل للنعاس صافي الداف كنطيح كاو ما كنبقاش يبان لكن رغم ذلك كنخلي واحد شويه من النعاس ديالي كنوفر اقسم بالله اليوم بسبب الكومونتيرات وبسبب الميساجات هذا النهار هذا والله ما نعست الصباح هذا بسبب الكومونتيرات وبسبب الميساجات كنشرح للدراري اقسم بالله اخوتي ولا نعس باقي فايق ندار ما يجي شي واحد الله يرضي عليك يكون واحد هذا الاخراني اللي قال لي 99% ديال الترونسبور ما عندهمش قوانين ما عندهمش كذا صاحبي كيديو الدراري 7000 8000 درهم واش حماق انت ولا مالك؟ وانت مشي قايل ضرب ماشي كيلومتراج انت ضرب الهيلومتراج ضربو كيضرب الساب بياخيس كيجي جوج ساعات كتوصلو 6000 درهم السي محمد بلا ما نسمي لك شركات اخرين وياخرين 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 فهمتيني؟ ادنى شركة ترونسبور كتخلص ب 3300 درهم 3000 درهم ادنى شركة مقودة شي واحد يكون عنده غير جوج طوموبيلات ومخدمك معاه كيعطيك 3000 درهم 3300 تقدر تطيح في خانة يعطيك 3500 على حساب الخدمة اللي خدامها له الطوموبيل هنا 1800 هنا العقل ما نعرف داياش عندكم اصاحبي بنادم كبير اصاحبي اللحية ديالو بيضاء اصاحبي ولحيتك اصاحبي شفتك اصاحبي ما تسيقتش انك تكون عندك ديك العقل هذاك اصاحبي أتمنى شغل أبراهام أصاحبي عندك، لا
لازم يكون راجل الصاحبي. حنايا ما تحتقرش واحد اخر الشارع، انا عندك ما تعايف فيا الخاله، فهمتيني؟ انا الله كيقول لك وصورناكم في احسن الصوره، تجي انت تقول لي سنانك، ملي كانوا عندي سنان بويات وواعرين وكذا، في كنتي في كنتي انا عشت الحياه هنايا. ستوب طنجة صاحبي، الشمال اوروبا صاحبي، راه عشنا مع الكوار سي محمد، راه عشنا مع انواع الكوار وانواع ديال الجنس. تجي انت حزق، خليني نكون معك عنصري، لان حنايا كنحاولوا ما نخدموش العنصريه مع بنادم يعني كتبغي الخير لواحد اخر، كتبغي بحال اللي غتبغي راسك. السلام عليكم، هاد الناس هادو مرطونا، السلام عليكم.